يآمن بضرورة أن تكون في استقلالية في الذمة المالية بين الزوج والزوجة. هناك الحالة اللي العكس، ما يآمنش أنه في استقلالية، يدمج يعني ويغصب زوجته أنه يحس أنه تعتبر حالة تمليك. وكاين الوسط اللي هو يخلي لها يكون فيه تراضي بينهم، أنه يكون فيه تقاسم للمسؤوليات أيضا. إذا كان عندك إضافة حول هذا التعداد. بالفعل وكاين نمط آخر هو جزائري بامتياز، ونظرة جزائرية على طريقة العجائز الجزائريات، فأعطونا قواعد لليوم أصبحت قديما عندنا في تقاليدنا. لم الحدود كانت واضحة جدا في الأطر التي تنظم النفقة في البيت، أما اليوم التنشئة الاجتماعية الآن مع تطور المجتمع أصبحت الحدود غير واضحة، وبالتالي كانت المرأة قديما الجزائرية تقول في مثل شعبي: محلى الراجل اللي يجيب النفقة، ومحلى المرأة اللي ما تخرجش الزنقة، ومحلى النقاد وكان يبقى. مثل شعبي يوضح معالم الأسرة الجزائرية. تغيرت في هذا العصر. بالفعل تغيرت بتغير المجتمع، وبالتالي فالآلة تقاليد تحكم ولا شريعة تحكم، فالمصالح هي التي تحكم. فالمادة كانت وسيلة في ذلك الوقت، اليوم أصبحت غاية، ولهذا كسرنا كل الحدود والأطر. دوك تعكست على الزوجة، واش ولات الزوج ولا يقول محلى المرأة اللي تعاوني باش نجيب القفار، والزوجة ولا تقول محلى الراجل اللي ما يخرجش للزنقة باش ما يشوفش واحد أخرى. صح بالفعل هذه نتيجة التنشئة الاجتماعية الحديثة، والجيل اللي ناض الآن ناض وسط هذه الوسائل الإعلامية والعولمة إلى غير ذلك، فتناطحت الأفكار والمعتقدات أمامه، فلا الآن أصبح يفرق الدور. المرأة لا تعرف حدودها، والرجل لا يعرف حدوده، ليس في الجانب المالي فقط، في كل جوانب الحياة، فالأطر أصبحت غير واضحة بالنسبة للبشر. لكن يبقى المشكل هذا تاع من يقوم بالواجب المادي في البيت ويقوم بالكفالة المادية في البيت، يبقى احنا لا نستطيع أن نخرج على تقاليدنا وعلى ديننا، وبالتالي لأنه كفل المصلحة للزوجين. فالزوج مثلا الشريعة تقول أن النفقة تكون على عاتق الزوج، وهذا ربي قال: الرجال قوامون على النساء أي يقومون بخدمة النساء، وقوامون عليهم أي يخدمونهم، وذلك بما أنفقوا. أيضا على ذكر على أن الأزواج هو واجب عليهم النفقة، حتى لو كان في شريعة المرأة غنية وجب على الزوج أن ينفق عليها، وهي ليس واجب عليها أن تنفق على زوجها أو على أولادها إلا من باب التكرم. إذا أردنا أن نحل هذه المشكلة باختصار شديد، أن نضع إطار للجانب المادي، كيف يفسر الزوج المادة وكيف تفسر المرأة المادة. فالفروقات حقيقة كلما اتسعت كلما كان الخلاف أشد، يعني لو كانت الزوجة غنية بزاف وزوج فقير بزاف أو العكس ستكون هناك مشاكل، هذا في الغالب. إلا أنه قبل الزواج يفترض أن الشخص يعرف نظرة المرأة للمادة ونظرة الرجل للمادة. لماذا؟ لأن قد يكونوا متقاربين ماديا، بعد الزواج صار فروقات، هذه تولت ولا هو يولت ولا. فالكثير من الزوجات الآن يخافوا أزواجهم يترفعوا مثلا، تقول كي عاود لي زواج مثلا. صح؟ فتعمل على تكسيره ماديا حتى لا يعيد عليها الزواج. فالآن نظرة الإنسان للمادة مثلا للمرأة عند أو الزوج أو الزوجة هو اللي حيصنع المشاكل، وليست المادة اللي تصنع المشاكل. لماذا؟ لما كانت النظرة راشدة، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة، وكانت من أغنى نساء قريش وأجمل نساء قريش، ومن أنسب الناسب تحكم من الناسب العالي في قريش، إلا أن هذا لم يصنع خلافا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن نظرتها للمادة ونظرته للمادة كانت متزنة، وبالتالي كان الزواج هو الغاية وليست المادة الغاية. وبالتالي الآن يتزوج، قبل أن يتزوج مشروع الزواج أصبح مشروع مادي. صح. هذيك باباها عنده منصب فلاني، ومن ضمن الشروط أنه تكون يكون عندها مدخول مادي. كثير من الشباب كاين بعد النساء خطبوهم يعني في استشارات، كاين بعض الأشخاص راح يطلعها على الكونت تاعها يشوف شحال تخلص مثلا، كان يروح يشوف إلا منومية في شركة تاعها ولا ماشي منومية ولا عقد فقط. إذا فهو الآن حيدير صفقة
تجاريه. وكاين اشخاص واحد اخرين يقول لك انا لا ما تكفي روحها برك، انا نجيبها خدامه ما راح ندي من عندها والو، لكن اقل شيء انها تعفيني من المسؤوليات الخاصه بالمصروف نتاعها الشخصي اليومي. هل حقا المراه صار عندها مصروف شخصي ربما يفوق ما ينفقه الزوج او الرجل؟ المراه الحديثه مصاريفها ليست كالمراه القديم، وعندها احتياجات كثيره. ونشوف الان في عالم الموضه وعالم الانترنت وعالم الهواتف النقاله، فاصبحت الان كل شيء يحتاج الى تجديد حتى في البيوت. فاصبحنا الان نتبع الموضه في اللباس، موضه في الديكور في البيت الى غير ذلك. فهذا اصبح من خلال وسائل الاعلام وكذا، فالناس كلها تحب تعيش في نوع من الرفاهيه ونوع من هذه الاشياء. فلا باس ان تكون هناك تعاون، لكن الاصل ان النفقه على الرجل ليست على المراه. لازم يعرف حدوده، يعرف هو الان هو المسؤول على النفقه. فربي لما طالوا في الميراث وللذكر مثل حظ الانثيين مقابل المسؤوليه اللي اعطاها له تاع النفقه. لكن الان اللي ربي يعطيك تدي حقوق الواجبة تتخلى عليها، فهذا اجحاف في حق نفسه وفي حق المراه. ايضا ناس كثير ما يعرفوش شيء معين، ينظر الى الجانب المادي. وراء الماده هناك قوه. اوكي، الذي يملك الماده هو الذي يملك القوه، الذي يملك المال هو الذي يملك القوه. في كل قطاعات وفي كل سياسه، في الاقتصاد، في كل علاقات، الذي يملك المال هو صاحب القرار في الاخر. ولهذا ربي اعطى القوام للرجل وبالمقابل قال وبما انفاقه. يعني ربما هذا هو الشيء اللي ما يتقبلوش الرجل، اذا كانت المراه تملك ثروه ويحب هو صاحب القرار وهي تصرف. اوكي، فهذا تناقض، لا مفارقه احيانا لا يدركها الا بعد الزواج، فيدرك ان صاحب المال هو من يقرر، هو السيد. فالفروقات في اعتقادي قبل الزواج ان تكون متقاربه، فالالفه العلاقه تكون اقوى كلما قلصنا الفوارق فيما بيننا. كلما تقلصت الفوارق كلما ازدادت الالفه اكثر. كلما اتسعت، يقال انه الاتفاق شريعه المتعاقدين، يعني يجب أن يكون في، لانه الزواج ورابط وعقد زواج، بالتالي يجب أن يكون في اتفاق مسبق حول كل غليظة. الخطوط العريضه اللي راح يعيشوها مع بعض. صح صح بيسر. فهذا ميثاق ولازم يكون عندنا وعي. احنا الان لم يعد ميثاقا، لان الميثاق اولا لابد ان يقرا، ان يفهم، ان يوضح. الان لا يقرا ولا يفهم ولا يوضح، يروح مباشره يجيب الامام قانون الفاتحه ويروح البلديه يدير الاجراءات الاداريه، فهو الان متزوج. تفاصيل الزواج، اصول الزواج، مسؤوليات الزواج لا يفقه فيها شيئا. ولهذا الان تجد دول في جنوب شرق اسيا مثل ماليزيا واندونيسيا قبل الزواج لازم تروح تدير دوره تدريبيه، ويعطيوك ورقه هي تؤهلك للزواج او لا تؤهلك. اذا يعطوك العمق تاع الزواج، الهدف من الزواج، لماذا تريد الزواج، فيعطوك مهارات، يعطوك استراتيجيات، فهذا يقلل الخطوره تاع الطلاق. رابط الزواج في كل الديانات السماويه هو رابط مقدس، عنده مكانته لدرجه انه الاسلام، الدين الاسلامي سماه ميثاقا غليظا، يعني الزواج نصف الدين. نصف الدين بالفعل. بالتالي عنده قدوسيته، عنده مكانته، عنده اهميته، لكن بالفعل. ضروره انه الزوجين يامنوا بهذه القدوسيه اللي يسخر بها الزواج، وضرورة أنه يتقيدوا بكل ما فيه من ربما خطوط عريضة ما يتعدوهاش باش يبقى الرابط الزوجي مستقر. شوف، احنا الزواج يعني يتخذ في كثير من الأحيان يتخذ عاطفيا وليس فكريا، بمعنى الشباب اليوم يحبون ثم يتزوجون، وقديما كانوا يتزوجون ثم يحبون. صح. فالذي يتزوج قبل أن يحب فهو يفكر، لأن العاطفة غير موجودة الآن، الوعي يعمل في أقصى قدراته. والآن يحب ثم يتزوج، فلما تحب فالبيئة الشعورية تحصل على الأفكار التي تناسب تلك البيئة. فكما قال الشاعر قديما: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. فهو لما ينظر إليها بعين الرضا لا يرى ما يراه بعد الزواج، لكن شعلة الحب والعلاقة العاطفية بعد الزواج سرعان ما تهدأ، لا أقول ترتفع وإنما تهدأ، فيبدأ الوعي في العمل، فيرى أشياء لم يكن يراها قبل الزواج، ويقول تغيرت قبل الزواج، يقول تغيرت، لكن الحقيقة لم يتغير أحد، وإنما أنت كنت ترى ما كنت تحب أن تراه، وبعد الزواج رأيت ما لم تكن تحب أن تراه. هناك حالة أخرى أستاذ عبد الحليم، المرأة اللي تكون عايشة في وسط اجتماعي ربما ميسور جدا، كي تكون في بيت أهلها، ومن بعد ترضى بزواج
بشخص بسيط ربما وما يكونش عندها راتب وما تكونش موظفة، يعني راح تعتمد فقط على المدخول اللي يجيبه الزوج نتاعها في نهاية كل شهر. متى يكون أو متى يتحول المصروف الشخصي لهذه الزوجة إلى مشكلة داخل الأسرة؟ بالفعل لما قلنا الفروقات تكون كبيرة جدا يصير مشكلة، لا، لأن الزوجة لما تأتي من عائلة غنية فمتطلبات الحياة نتاعها يعني بالنسبة لها هي عادية، لكن بالنسبة له هي رفاهية، إذا ستطلبها له وهو لا يستطيع توفيرها، ولهذا سيقعان في مشكلة. أو العكس، فتأتي وحدة فقيرة جدا فتجعله هو وسيلة لتحقيق كل أحلامها وطموحاتها المادية، فتكلفه بأشياء كثيرة. وفي لما نقارن يعني من أحلاهما، أوكي، أن تأتي من بيئة غنية. لماذا؟ لأن التي تأتي من بيئة غنية فالغنى أصيل فيها، صح، والفقر أعطيك صح شبعنا، والفقر الذي تعيشه دخيل، فستتصرف أثناء الفقر بتصرف الأغنياء. أما الفقيرة الفقر أصيل والغنى عندها دخيل، فتتصرف بتصرف الفقراء وهي غنية. احنا ما راحش نعمه هنا في هذه الحالة، نعموش، لكن يعني فيها ننطرح كل الحالات، فيها بنات ممكنة. عائلات يعني محترمة جدا التي من أسر فقيرة وراحوا تزوجوا بأثرياء العالم، لكن هذا الشيء ما أثرش على القيم والمبادئ. لماذا؟ لأن نظرتها للمادة، صح، نظرتها للمادة، ولهذا قلنا قبل الزواج أن كل شخص يعرف نظرة الشخص الآخر للمادة، وبالتالي لأن تتغير الأمور، قادر أنت الآن تكون متقاربين ماديا، بعد الزواج صار فروقات، صح، سواء عندها أو عند الزوج. لكن الإشكالية لما تكون النظرة كما نقولوا الإنسان قانوع وإنسان واعي ويرى المادة دائما هي وسيلة وليست غاية، فلا تؤثر على حياته ولا على علاقته. كاين مشكل آخر يعيشه كثير من الأزواج بالخصوص، يشكي منه الزوج، يقول لك عنده زوجة موظفة عندها مصاريفها الشخصية اللي راهي تفوق الخيال، وهذا المصاريف تتعدى من الحدود الإقليمية للبيت إلى بيت عائلتها. عائلتها هي في حقيقة الأمر، صح، كاين كثير يتردد هذا المشكل. تقصد أنها تصرف على العائلة، على العائلة نتاعها، على عائلتها بأموالها، يقول لك أنا ما نشوفش كامل شهريتها. ماشي من حقه يشوف شهريتها. ولهذا قلنا الأطر ضرورية أن يفهمها الإنسان قبل الزواج، ليس واجب عليها أن تصرف عليه، وربما هي واجب عليها أن تصرف على والديها. أوكي، فلا يحق له، فنكون منصفين، لا يحق له أن يتدخل في مصاريفها. قوامة الرجل لها حدود، فهي لا ينبغي أن تتدخل في مصاريف الزوجة إن تصرفها، إلا إذا رأيت تصرفها في سفاهة أو تبذير أو في حرام، هنا تتدخل. لكن على عائلتها أو على إخوانها أو شيء آخر، أو حتى على علاقاتها، أو عندها برامج أخرى أو تجارة أخرى، فلا يحق لك أن تتدخل فيها، فالحدود هنا فاصلة. فهي لما تصرف البيت فهو تكرما وتفضلا وليس واجبا. لكن احنا نقول الكامل الزوجات اللي يكونوا يتقاسموا أمور الدنيا مع أزواجهم اللي يكونوا يعني ميسوري الحال، ماشي ميسوري الحال لكن دخل متوسط، لازم يراعيوا ظروف العائله باش يحسنوا من ظروف بالفعل العيش، بالفعل باش يكون في تقاسم وحلاوه الحياه. كان واحد المات الجزائري يقول لك خلات راجلها ممدود وراح تعزي في محمود، فهمت؟ فتخلي راجلها في فقر شديد مدقع والعائله في فقر، وتروح تصرف على عائله اخرى، فالاولى هي للعائله. وبالتالي هنا ليس واجب، لكن في الاخير هو تكرم، والحالة العائلية هي تفرض العلاقة وتفرض من يصرف في هذه الحالة. شكرا لك الأستاذ عبد الحليم ماضي، نتمنى أنه كفينا ووفينا في معالجة هذا الموضوع ولو بقليل من الإشارة لكل النقاط اللي تخص الأسر باش يعيش وعيش عيش هنيء وميسور. بالفعل بالفعل، وهذا مشكل ليس مشكل أزواج، العالم كله يتصارع ويتكالب حول المادة كدول وحكومات وشعوب وقبائل، فكل مشاكل اغلبها الماده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة امتي المال. الان على بالك واش عندنا نعيشوا حاله الزواج صار عقد شراكه. يعني حاله شراكه، وهذه يا اما تخيب يا اما تصيب، هذه فهو استثمار مادي.
نتمنى أن كل الأزواج يعيشوا حياة سعيدة. تحية لكل أزواج هذا الموسم، تحية لكل من انضموا التحق بنا في هذه الصبيحة. نهدي لكم كامل هذا النغم بلال ميلانو يشوف في شريكة حياته.